بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء هنحكي عن أدوات الكروب تولز. أدوات الكروب تولز إحنا بنستخدمها بشكل كبير في الجرافيك ديزاين، بحيث إنه نحن نقدر نقطع جزء من الصورة ونخلي الجزء المقطوع كأنها هي الصورة الأصلية. طيب أنا من وين ممكن أصل لأدوات الكروب تولز؟ في المنطقة هاي نضغط ضغطة واحدة بيظهر عندي أداة الكروب تولز، اختصارها من لوحة مفاتيح زر سي، حرف السي. هلقيت بنلاحظ إنه في عندي أربع أدوات، وجميع الأدوات هاي خاصة كلها بالتقطيع. طيب عندي أول أداة اللي هي كروب تول، الأداة الثانية برسبكتيف كروب تول، والثالثة سلايس تول، والرابعة سلايس سيلكت تول. أول تنتين خاصة بالتقطيع، النتيجة هتكون قطعة واحدة من الصورة، تمام؟ آخر أداتين برضو خاصات بالتقطيع، لكن النتيجة هتكون مجموعة من القطع من الصورة نفسها. طيب هلقيت، خلينا نفهم الكلام هذا إيش معناه. هلقيت أنا لو أنا عندي صورة زي هيك، عبارة عن شارعين وجزيرة في الوسط بينهم، هلقيت أنا مش عايز الصورة تكون هاي إيش عبارة عن شارعين، بدي اياها تكون طريق واحد او بشارع واحد اللي هو ظاهر عندي في الصوره. كيف انا هعمل الكلام هذا؟ عشان اعمل عمليه الكروب موجود طريقتين. اول طريقه انه انا اروح على التول بار، شريط او الادوات، نضغط ضغطه، او اروح على لوحه المفاتيح واضغط على حرف السي، ظهر عندي هاندلز. في عندي 8 هاندلز، 3 على اليمين و3 على اليسار، وواحدة فوق في الوسط، والتانية واحدة تحت في الوسط، وعندي في النص السنتر، تمام؟ احنا حكينا انه انا بدي جزء واحد هو الظاهر، او طريق واحد او شارع واحد هو اللي بدي يكون ظاهر عندي. بروح على نقطة من النقاط مثلا هاي، واضغط بالماوس بزر الفأرة الأيسر، وظلني ساحب بالشكل هذا، تمام؟ ممكن أجل المنطقة هاي أسحب بالشكل هذا، أسحب مثلا من فوق بالشكل هذا، تمام؟ وأنا بضغط بالماوس وبظلني ساحب. بلاحظ عندي إنه في عندي أنا هنا جزء مضاء وهان جزء غير مضاء. طب الجزء المضاء هو الجزء اللي أنا اخترته، يبقى هو اللي أنا بدي إياه يظهر في عمي في الصورة. الجزء الغير مضاء هو الجزء اللي بدي إياه يختفي أو ينحذف من الصورة. بعد ما أخلص منطقة التحديد اللي أنا بدي إياها، بضغط Enter، بلاحظ إنه هتبقى الصورة عندي بالشكل هذا، تمام؟ يبقى أنا هيك قصيت الصورة ومسحت بقية الصورة، وكأن الصورة الأصلية بالشكل هذا. هاي وظيفة الكروب تول، نضغط Ctrl Z، وهاي كانت الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هي بكل بساطة بأنه أروح على أداة Selection، أحد أدوات Selection، على سبيل المثال بختار أداة Rectangular Mark Tool، بختار المنطقة هاي حددناها، تمام؟ بعدين بروح على أداة الكروب تول وبضغط ضغطة واحدة، بلاحظ عندي انه بشكل اوتوماتيكي حدود السيليكشن اتحولت الى حدود الكروب تولز. لو انا ضغطت انتر بلاحظ كيف خرج عندي، وكمان انتر بتتم عملية القص. طيب خليني احكي ملاحظة، انه لو انا رحت عملت سيف للملف او للصورة وسكرت الملف تاعي، يبقى المنطقة هاي مش ممكن ترجع إلها تاني، يبقى الجزء اللي مسح مش ممكن أرجعه تاني لو أنا عملت عملية Save File Save ورحت أغلقت مين الملف. خلينا نعمل Ctrl Z Ctrl D، تمام؟ إحنا حكينا لكل أداة من الأدوات إلها مجموعة من الخصائص، يبقى أداة الكروب تولز في إلها خصائص خاصة فيها.
أول خاصية في المنطقة هاي. نسأل بعضنا سؤال، هل ممكن أنه أعمل عملية كروب بطريقة وأبعاد تناسبني؟ يعني مثلا الفيسبوك وبعض المواقع بطلب مني أنه أدخل صورة بشكل مربع سكوير. مثلا أنا عندي في النسب أو مجموعة من النسب هي 1:1 سكوير. خلينا نضغط ونشوف، بيظهر لي هنا النسبة الطول إلى العرض، وممكن أن أجي أكبر في المنطقة هاي، سواء كبرت أو صغرت، صغرت أو كبرت في المنطقة هاي، كمان صغرت أو كبرت، صغرت أو كبرت. بلاحظ في جميع الحالات إنه النسبة بين الطول والعرض هي عبارة عن 1:1، تمام. وممكن في أبعاد تانية، لو قلت له 16:9 بلاحظ إنه أنا لو كبرت برضه أو صغرت، تمام، بتكون إيش الأبعاد متناسقة. طيب هل الأبعاد هاي بالسنتي ولا بالبكسل؟ لا، هاي نسبة وتناسب. وبلاحظ إنه أنا الأرقام اللي بختارها أو النسبة اللي بختارها بندرج عندي في المساحات هاي، في المساحات هاي بلاحظ عندي مكتوب هنا 1:1. طيب خلينا نقول مثلا هنا 100 وهنا 100، تمام. وبرضو نفس الشيء، لو صغرت أو كبرت النسبة هتضلها محتفظ فيها 100 إلى 100، تمام تمام هلقيت أنا لو غيرت أو كبرت، غيرت مثلا ممكن أحكي له مثلا 3:2، يبقى بحكي لي النسبة والتناسب في المنطقة هاي، شايفين، وبضله محتفظ فيها 3:2. طيب بعد هيك ممكن أنا أضغط إنتر، بلاحظ كيف النسبة والتناسب. خلينا نقول كنترول زد. في عندي زر اسمه كلير. كلير هذا وظيفته انه يمحي لي القيم هاي، نعمل محي. وخلينا اجي عدد الكروب تاني، ولو انا جيت اكبر هنا واصغر ايش بلاحظ؟ ان الطول والعرض بتكبر وبتصغر بدون ما يحافظ على النسب زي ما كانت قبل شوية موجودة. يبقى بدون ما احط الريشيو والارقام هاي، يبقى التكبير والتصغير هيكون بالنسبة لحركة الماوس مش بأبعاد متناسبة، تمام. نضغط زر كلير. في عندي أنا خاصية في المنطقة هاي، أو خلينا نلغي عملية التحديد بزر اسكيب أول. في عندي خاصية في المنطقة هاي، نضغط عليها ضغطة واحدة، وهي خاصية جميلة جدا. عشان تتفعل عندي لابد إنه أضغط عليها ضغطة هان عشان تتفعل، وباجي بضغط ضغطة بزر الفأرة الأيسر وبسحب هيك كأني بسحب بخط، وباقي بتظهر عندي زاوية سواء بالموجب أو سواء بالسالب. لو تركت الماوس زر الفأرة الأيسر، تمام، بلاحظ إنش عمل إلي منظور خاص برسبكتيف لمين للصورة. نضغط إنتر، تمام، نضغط كنترول زد. خلينا نشوف التجربة كمان مرة. هلقيت لو أنا ضغطت هنا ايش عمل لي؟ عمل لي تحديد لمنطقة الكروب. طب وين راحت المنظور؟ لابد انه اضغط على الزر اول، بعد هيك باجي بضغط ضغطة وبسحب في المنطقة اللي بدي اياها، تمام. هيك تعمل لي منظور للصورة، بمعنى انه ممكن يعمل لي روتيت للصورة داخل منطقة الكروب. كنترول زد. في عندي منطقة هاي الجريد او منطقة الفيو، عندي مجموعة من المناطق اللي أنا أو الأشكال اللي ممكن أعرض فيها. هاي أول واحدة الجريد، خلينا نيجي نعمل كروب. هاي المقصود المربعات الصغيرة، الشبكة المربعات هي مقصود فيها الجريد، سواء أنا سحبت أو غيرت أو كبرت بتظهر عندي الشبكة هاي. الشبكة هاي في أو الفيو ممكن تظهر مجموعة من الأشكال. في عندي مثلا
ترينجل بالشكل هذا، فأنت بتختار الشكل اللي بناسبك أو الشكل اللي أنت بدك إياه. خلينا نرجع للجريد. تمام، في عندي في المنطقة هاي الصح ممكن أدوس عليه كأني أنا عملت إيش، ضغطت على زر إنتر كنترول زد. خلينا نعمل كروب تاني، منطقة نضغط على الكروب الهاي كأني بضغط على زر إسكيب من لوحة المفاتيح، بقول له كانسل. تمام، هلقيت نعمل كمان كروب في المنطقة هاي. الزر هذا بعمل لي لو ضغطت عليه بعمل تراجع للوضع الطبيعي الديفولت. طيب في المنطقة هاي في عندي خاصية، وأول حاجة اسمها يوز كلاسيك مود. يبقى في عندي في المنطقة هاي خاصيتين، يعني خاصية الكلاسيك مود والمودرن مود. خليني أضغط صح وهنشوف إيش الفرق ما بينهم. أول فرق عندي هو عبارة عن دوتس، النقاط بشكل بيختلف عن المودرن. شيل الصح يبقى شكل المودرن النقاط بتاعته بتختلف عن مين، عن الكلاسيك بتختلف عن مين، عن المودرن. هاي اول خاصيه. طب الخاصيه خلينا نشوف الكلاسيك. لو انا اجيت اكبر او اصغر، بصغر مين، منطقه الكروب. نرجع نشيل الصح ونشوف منطقه المودرن، بكبر وبصغر مين، منطقة الكروب. يبقى التكبير والتصغير في الكلاسيك والمودرن نفس الشيء. طيب خلينا نرجع للكلاسيك. هقيت لو بدي اعمل روتيشن بعمل روتيت لمين، لمنطقة الكروب. تمام، كنترول زد. هقيت نضغط كروب وخلينا نشوف الخاصية الثانية اللي هي المودرن. لو بدي اعمل روتيت بعمل روتيت لمين، للصورة. يبقى هلقيت خلينا نشوف الفرق بين الكلاسيك والمودرن. الكلاسيك والمودرن النقاط الهاندلز بتختلف من واحد للتاني، عملية التكبير والتصغير نفسها، عملية الروتيت في الكلاسيك بعمل روتيشن لمين، لمنطقة الكروب، لكن في المودرن بعمل روتيشن لمين، لمنطقة الصورة. بعمل روتيشن لمين، للصورة. في عندي كمان شغلة اللي هي الكلر، ممكن أنا أحكي له كاستم، أختار اللون اللي أنا عايزه ونيجي بأداة الكروب. تمام، يبقى المنطقة خارج منطقة الكروب بتكون باللون الأحمر أو أي لون أنا ممكن أختاره. تمام، يبقى أنا ممكن أختار أي لون وهتكون منطقة خارج منطقة مين، الكروب. طيب خلينا نرجعها زي ما كانت أسود. الأوبستي المقصود فيها درجة الشفافية اللي خارج منطقة مين، الكروب. تمام، خلينا نقوله كانسل، عملش القص. هلقيت أنا في عندي خاصية اللي هي ديليت كروب بيكسلز. خلينا الصح هذا مش موجود، ايش معنى كلام هذا؟ لاحظ هي كل الصورة عندي. هلقيت انا لو عملت كروب في المنطقة هاي، تمام، انا هلقيت بدي اعمل قص للمنطقة هاي، لاحظ، بدي اقول له صح. تمام، واجي اعمل كروب كمان مرة، ولو اجيت اكبر بلاحظ، تمام، انه بمجرد عملت انه كروب لقيته محتفظ بالبيكسلز القديمة، وهذا إشي كويس لو كان في منطقة أنا حذفتها وعايز أرجعها تاني. هذا الكلام وين شفته؟ لما أنا ما فيش صح أمام delete crop pixels. طب خلينا نرجع للصورة تاعتنا تاني، خلينا نحط صح أمام delete crop pixels، نعمل crop للمنطقة هاي، انتر. بدي أجي أعمل crop للمنطقة هاي وأكبر، بنلاحظ إنه مش محتفظ بالبيكسلز القديمة، يبقى هو إيش عمل لها؟ عمل لها ديليت. نعمل كنترول زد أو نرجع للصورة تاعتنا.
في حاجة كويسة في منطقة الكروب، إنه أنا ممكن آجي أوسع في المنطقة هاي، تمام، وأكتب تحت الصورة مثلا الاسم، التاريخ، تمام، سواء أنا لو كنت داخل مسابقة، داخل أي شيء معين، أو مسابقة تصوير، إنه أكتب بدل ما أكتب على الصورة أكتب في منطقة خارج الصورة. بهيك أنا بكون شرحت أداة الكروب تولز بجميع خصائصها. الآن خلونا ننتقل للأداة الثانية من أدوات الكروب تولز. الأداة هي Perspective Crop Tool. هاي أداة قريبة جدا من أداة الكروب تول، بس فيها بعض الخصائص، بعض الأوبشنز بتختلف شوية، بتتعامل مع المنظور بشكل أفضل. خلينا نختار Perspective Crop Tool، تمام، وخليني أحدد منطقة معينة، تمام. لقيت أول شغلة بالنسبة للدوتس، لقي إنه المربعات هنا شكلها بتختلف عن أداة الكروب تول، شكل مربعات فقط. لقيت خلينا نسحب منطقة معينة من هان، تمام، ممكن نسحب المنطقة هاي، تمام، وممكن أسحب المنطقة هاي، يبقى أنا بقدر أسحب كل زاوية بزاويتها، صحيح؟ هذا الكلام ما كانش موجود في أداة الكروب تول. يبقى أنا بقدر أحرك كمان لفوق لتحت هذا الكلام، يبقى عملية تحريك النقاط هاي، هذا الكلام ما كانش موجود وين؟ في أداة الكروب تول. طيب في كمان موضوع الروتيت، ممكن أعمل دوران لمنطقة الكروب، شايفين كيف أنا ممكن أعمل دوران لمنطقة الكروب، وهي برضو الميزة موجودة في أداة الكروب تول، تمام. هل قد أنا خلصت؟ ممكن أضغط صح أو أضغط إنتر. لقيت انا شفت الصوره كيف صارت، تمام. كنترول زد، في السابق الصوره ايش كانت؟ كاني ماخذ انا زاويه تصوير من تحت لفوق، المبنى معمول من فوق كانه رفيع او من تحت كانه كبير. فانا لو بدي اعدل الصوره بضغط على اداه البرسبكتيف كروب تول، شايفين كيف صارت؟ انعدلت الصورة وفوق صار نفس حجم اللي تحت. طيب خلينا نيجي نعمل تجربة ثانية، نختار برسبكتيف كروب تول، نختار الزوايا هيك، ممكن أسحب النقاط هاي، النقطة هاي، تمام، ممكن أروح أضغط إنتر، هاي الصورة. خلينا برضو نعمل كنترول زر، خلينا زر كلير بمسح لي القيم الموجودة هنا. طيب أول إشي عندي الويث والهيت، الويث والهيت إيش المقصود فيها؟ خلينا أنا بدي أقول مثلا 100 بكسل، الهيت 100 بكسل، تمام. الريزوليوشن خلينا نعطيه مثلا 72. هل قلت انا بدي اجيب اداه برسبكتيف واختار مثلا المنطقه هاي، طب لو بدي اكبر او اصغر، بلاحظ عندي انه الصوره هاي حجمها اكثر من 100%. طيب متى بصير 100%؟ بصير في 100%، لو انا ضغطت انتر بصير حجم الصورة ما بعد عملية الكروب او برسبكتيف كروب تول بصير 100% وريزوليوشن 72. خلينا نعمل كنترول زد. طيب اداة الكلير حكينا بتمسح القيم الموجودة في الويث والهيت والريزوليوشن. طيب الفرونت ايمج ايش وظيفتها؟ وظيفتها انه بتعطيني الابعاد الحقيقية للصورة زائد الريزولوشن، يبقى الويث بتاعها 1357 بكسل، الهيت 771 بكسل، الريزولوشن 120، تمام. يبقى هاي الاداه ممكن استخدمها في عدل الشيء المائل. الان خلونا ننتقل للاداه الثالثه من ادوات الكروب تولز، وهي اداه السلايس تول. تستخدم هاي الاداه في عمل شرائح، وهي الاداه مفيده في تصميمات الويب. خلينا نشوف كيف ممكن اشتغل عليها. بختار السلايس تول، بضغط في المنطقة هاي، وما اجي مثلا في المنطقة هاي، تمام،
وممكن اجي في المنطقة التانية هاي واجي هيك، يبقى هيك انا الصورة هاي اللي كانت الصورة هاي انا لقيت خليتها قطعتين، تمام. طيب لقيت لو انا بدي اخرج الصورة وعايزها تطلع جزئين، الصورة الواحدة عايزها تطلع جزئين، كيف ممكن اعمل؟ بروح على قائمة فايل، بحكي له export save for web، خلينا نحكي له مثلا الزوم 33%، هاي الصورة رقم واحد او الجزء الاول وهي الجزء الثاني. الجزء لما اضغط عليه المضيء هو بيكون الفعال، تمام. ممكن من خلال في المناطق هاي اعمل امتداد الصورة، مثلا جيبك الكواليتي جودة الصورة، احاول اعمل اي شيء في الاعدادات هاي واغير عليها، تمام. بعد هيك بحكي له سيف، عملية السيف بقول لي وين بدك تحفظه، خلينا نحكي له مثلا مجلد في سطح المكتب، بدي اعمل له مجلد جديد واعطيه رقم او اعطيه مثلا اسم نقول 12، تمام، ونحكي له سيف. تمت عملية الحفظ، خلينا نروح للمجلد اللي رقم 12 او برقم 12 في المنطقة هاي، بنلاقيه بشكل اوتوماتيكي الفوتوشوب ولد لي مجلد جديد اسمه امجز. فلو فتحنا الامجز في داخله بنلاقي صورتين، وهم صورتين اللي انا قصيته، تمام. بإعدادة السلايس، خلينا بإعدادة السلايس تول، خليني ارسم او اختار مجموعة من المناطق اللي انا ممكن اختارها او القطع، تمام. ندخل الآن لأداة سلايس سيلكت تول، وهي أداة التحكم بالسلايس، على أساس لو بدي أمسح أي سلايس من هذول الأربعة ممكن أرجع على أختار السلايس وأحكي له بزر الديليت الموجود على لوحة المفاتيح بلاقي اختفى. هلقيت لو بدي أحدد أكثر من سلايس في نفس الوقت ممكن أضغط سلايس هنا شيفت بختار السلايس التاني، بهيك تحدد لي 2 سلايس، وممكن أحركهم، تمام، مع بعض. هلقيت انا مثلا لو انا عندي هلقيت سلايس هذا، خلينا نتحكم فيه، اصغر حجمه، وهذا سلايس انتم ملاحظين انه انا حاطه السلايس هذا فوق السلايس هذا. لاحظ عندي لو انا حكيت له هيك ايش بنلاحظ، انه السلايس اجا وين في الاسفل. لو مسكت السلايس الكبير واحكي له في المنطقة هاي انه هيو ظهر فوق السلايس الصغير، هاي الصغير ممكن احكي له هيك، شايفين كيف السلايس هنا to the front وهان to the back، يبقى هاي الموجود ظاهر، تمام. برضو بنلاحظ انه في عندي divide، انا محدد هاي الجزئية الديفايد، لو ضغطت عليها ضغطة واحدة بقول لي انه اقسم لك القطعة والسلايس اللي انا مسكها horizontal لكم قطعة، ممكن بالقطعة او ممكن بالبيكسلز. لو انا قلت له مثلا 5 سلايس، اوكي، لاحظوا معايا هاي قطعة قطعتين ثلاثة أربعة 5 قطع تم تحديدها، تمام. طب لو القطعة هاي نقول له ديفايد، نبدأ أقسمها، ما بدي إياها هوريزونتال، بدي أقول له والله بدي إياها أنا بالشكل، بدي إياها مثلا 26 بكسل لكل سلايس. لاحظوا كيف تقسمت معايا. وبنفس الشيء لو أجيت للسلايد هاي وقلت له ديفايد، ممكن بشكل فيرتيكالي سواء عدد القطع او بكم بيكسلز. طيب هلقيت انا لو عندي القطعه هاي والقطعه هاي، تمام، في المنطقه هاي نحكي له مثلا، او خلينا ناخذ هاي مثلا في المنطقه فوق، نحدد التنتين شيفت، هاي بيجي تفعل موضوع الالاينمنت بالنسبه لو انا بدي اجيبهم على نفس المستوى من فوق. لاحظ معي كيف صار، ممكن في المنطقة هاي بالالاينمنت في الوسط، ممكن ايش من الجزء التحتاني، ممكن هيك، ممكن هيك، بأي شكل بدي اياه السلايز بحاول انه اقسمه او اعمل له الاينمنت او توزيع في الصفحة، تمام. لقيت لو انا حددت اكثر من واحدة شيفت هاي، ممكن اقول له هايد، لاحظوا المناطق هذه الرمادية، المرمدية هذه المناطق السماء، أقول له هايد أوتو سيلكت، شايفين كيف اختفت؟ هايد أوتو سيلكت، هاي آخر خاصية اللي هي سيت أوبشنز، إنه أنا لو أنا ضغطت أو ضغطت دبل كليك على الأداة
احضر لي نوع الايمج اللي اسمها اليو ار ال. لو انا حاط، لو بدي اضغط على الصوره يربط لي اياها بيو ار ال بالويب التارجت تاعها، تمام. المسج تكست لو انا ضغطت الماوس فوق الصوره ايش المسج تاعها لا يظهر لي. الاكس والواي هو وين مكانها في الصوره او في مكانها في الصوره كليه. الويث والهيت اللي هو عرضها وايش وارتفاعها. بهيك ان شاء الله بنكون احنا شرحنا جميع ادوات الكروب تولز، وهي اداه الكروب تول، برسبكتيف كروب تول، سلايد تول، سلايد سلكت تول. وبتمنى لكم تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء، ويعطيكم العافيه.